ماذا فعل بي؟ لا 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 تفعل هذا يا أخي. لا لا تفعل، فهذا يشعرني بالخجل. لا عفى الله عني إن أنا تسببت في حياء أخي. أتشهد يا الله أنا الذي أخطأت، أنا الذي عصيت، ويوسف الذي استحى، فهل الظالمون أمثالنا أهل للعفو يا الله؟ أترى يا يهودا أي رجل كريم قد ظلمنا؟ نيمي سابو، سيدي نحن لم نظلمك أنت وحدك، فالعذاب الذي لحق بأبي من فعالنا أشد بمرات من عذابك، فماذا عنه؟ فإلى من نلتجئ إن لم يعفو عنا؟ أبونا سيعفو عنكم أيضا، ولكن شرط أن تتوبوا. لماذا لم ينتهي حزننا إذن؟ ولماذا طال هذا الفراق والهجر كل هذه السنين؟ أظن أن قضية جدنا إبراهيم وإسماعيل قد تكررت. أظن أن أبي قد ضحى بابنه إسماعيل مؤخرا، ولهذا السبب سيجمع الله بينه وبين ابنه إسماعيل. علي المقام، من ذا يوصل هذا القميص إلى أبي؟ أنا. إن تمكننا من رد البصر على أبينا فأظن أنكم ستكونون قد كفرتم عن بعض خطاياكم. إن استطعنا، وهذا طبعا أمر محال. إرادة الله تجعل من كل أمر محال ممكنا. قوموا، هذا هو القميص الذي أورثه جدنا إبراهيم لإسحاق، فورثه أبونا من إسحاق ووصل إلي من أبي. لاوي، اذهب بقميصي هذا إلى أبي وألقه على وجهه، فقد أراد الله لأبي أن يرتد بصيرا. يا الله. ارجع إلى أبيك وقل له أن يجمع بني إسرائيل وكل أقاربه ولينطلق نحو مصر مصطحبا خدمه وحشمه وأثاثه. لقد فاتحت حاكم مصر أخنتون بالأمر، وعزمت أمري أن أسكنكم في منطقة مناسبة من ممفيس. كوشن هي أفضل منطقة في الجوار، رأيت أن أبني فيها لبني إسرائيل مدينة لهم. مالك، قم بتحضير الزاد والمركب لإخوتي. إلى لقاء.